لم تعد هناك منطقة لبنانية بلا حالات إصابة بفيروس كورونا. أمام هذا الواقع يحذر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من خطورة المرحلة التي وصلت إليها البلاد، ويشدد على ضرورة التزام جميع الأفرقاء بالتوصيات، لأن الأمر بات مسألة حياة أو موت. بمكان ما في صعوبة، ولكن يجب أن نعلم جميعا أنه توصية الأطفال أسبوعين هي أقل فترة زمنية تسمح لأطقم وزارة الصحة العامة والفرق الميدانية على الأرض أن تتتبع المصابين والمخالطين وأسعافهم أول بأول، وبنفس الوقت نكون عم ننزل عدد المصابين إلى حد يستطيع النظام الصحي اللبناني بقطاعيه العام والخاص إلى استيعاب عدد الإصابات. مع التنامي الصادم في عدد إصابات كورونا في لبنان، ولا سيما بعد انفجار مرفأ بيروت والإجراءات الصارمة التي أوصى بها وزير الصحة على هذا الصعيد، نقوم بجولة في مدينة بيروت لتفقد مدى التزام المواطنين في الشارع. بحسب مشاهداتنا خلال الجولة، يتضح أن الالتزام تاما بالمعايير التي توصي بها وزارة الصحة، الخرق بين لوضع الكمامة والتقيد بالتباعد الاجتماعي. هذا التراخي تطرق إليه مدير مستشفى رفيق الحرير الجامعي في بيروت، الذي قال أنه حتى إيجاد العلاج أو اللقاح فإن الإقفال العام يسمح باستعادة السيطرة على الفيروس. نحن هذا الإقفال العام أو الإغلاق حيسمح لنا أن نرجع نعيد السيطرة على الوضع، بشكل أنه المرض ما عم يركض أسرع منا، ما عم بيصير في حالات أكبر من قدرتنا. ولكن كذلك هذا ما بيعني أنه نحن لما نرجع نستعيد السيطرة ونرجع نفتح البلد نرجع لحالة من التراخي أو اللامبالاة أو ما إلى هنالك. للأسف الشديد خلال فترة الأسبوعين أو ثلاثة الماضية مش بس ظلت عم ترتفع، بل وصلت لأرقاء بتخلينا نحن نخاف على القدرة الاستيعابية على المستشفيات. ناقوس الخطر يدق في لبنان رغم محافظة المستشفيات حتى اللحظة على القدرة الاستيعابية، فالخوف يتمثل في ارتفاع عدد الإصابات وانتشار المرض على نحو أكبر. فاطمة قاسم، بيروت، الميادين.